بسم الله الرحمن الرحيم، ورحمة الله وبركاته. طالبات العزيزات، طالبات الصف العاشر، سوف نتحدث اليوم عن نص قراءة خاص بالوحدة السابعة. ولكن قبل التحدث عن النص، أذكركن طالبات العزيزات بالاستغفار وصلاة رسول صلى الله عليه وسلم. عنوان درسنا اليوم: ثقافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، للكاتب عباس محمود العقاد. والآن هيا بنا نتعرف على أهداف درسنا اليوم. بنهاية الحصة، يتوقع منك طالبة العزيزة أن تستنتجي مضمون النص من خلال العتبات النصية، توضحي معاني بعض الكلمات من خلال السياق، أيضا تحددي الفكرة الرئيسة والأفكار الفرعية لفقرات النص. ثقافة عمر بن الخطاب للكاتب عباس محمود العقاد. هيا بنا طالبة العزيزة لنستكشف النص من خلال القراءة الاستكشافية. ابنتي العزيزة، بعد أن استكشفت النص، هيا بنا لنتعرف على الكاتب. عباس محمود العقاد، مولده ونشأته، هو مصري، ولد عام 89 و800 وألف، وتوفي عام 64 و900 وألف. أما بالنسبة لنشاطه العلمي، فهو كاتب ومفكر، أديب وصحفي وشاعر. بالرغم من كل هذه المميزات، إلا أنه لم يحصل إلا على الشهادة الابتدائية، لكنه كان آية في دنيا العلم والثقافة، فقد ثقف نفسه بنفسه، وقدم للمكتبة العربية أكثر من 100 كتاب، منها العبقريات كعبقرية محمد صلى الله عليه وسلم، وعبقرية الصديق رضي الله عنه، وعبقرية عمر رضي الله عنه، الذي نحن بصدد الحديث عنه في هذا الدرس. هيا بنا نتعرف على أنواع السيرة. نجد أن للسيرة أنواع متعددة. سوف نتحدث اليوم عن نوعين من أنواع السيرة. النوع الأول هو السيرة الغيرية، وهو كتابة سيرة شخصية لإنسان حقيقي لا خيالي، لاعتقاد الكاتب أن لهذه الشخصية أهمية ومكانة وتأثير. أما بالنسبة لسمات السيرة الغيرية، هي سرد الحقائق والمعلومات بأسلوب أدبي، تقديم الشخصية بشكل متوازن بحيث لا تطغى الشخصية الثانوية على الشخصية الرئيسة. إذن السيرة الغيرية كتابة سيرة شخصية لإنسان حقيقي لا خيالي. الكاتب هنا يكتب سيرة عن شخص آخر وليس عن حياته. ثانيا السيرة الذاتية، وفيها يكتب الشخص عن نفسه ويعتمد على تجاربه الخاصة التي عاشها ومارسها. أما بالنسبة لسماتها، فهي التزام ضمير المتكلم ومحاولة تحقيق الصدق في كل ما يكتبه عن نفسه. والآن بعد إدراكك الفرق بين نوعي السيرة، فكري ما نوع السيرة التي يتناولها هذا الموضوع. وبعد أن تعرفت على المعلومات السابقة، ابنتي العزيزة، ماذا تعرفين عن عباس محمود العقاد كاتب النص، وما نوع نص ثقافة عمر؟ والآن ابنتي العزيزة، عليك بقراءة النص قراءة جهرية للوقوف على معاني المفردات الصعبة، وأيضا الفكرة الرئيسة والأفكار الفرعية. والآن بعد أن تعرفت يا ابنتي العزيزة على النص وقمت بقراءته، ما الأفكار التي وردت في النص؟ هيا بنا نتعرف على هذه الأفكار باستخدام استراتيجية اخفض يدك. الفكرة الأولى، أحسنت يا ابنتي، ثقافة عمر، والتي تحدثت عنها الفقرة الأولى. أما الفكرة الثانية، بارك الله فيك، عمر وشغفه بالشعر. والفكرة الثالثة، الفائدة العملية للشعر عند الفاروق عمر. أما الفكرة الرابعة، عمر والدعوة لتعلم العربية. والفكرة الخامسة، علاقة الشعر بالأخلاق عند عمر.
والآن بعد أن تعرفنا على الأفكار، معاني المفردات. المعاني السياقية لبعض الكلمات: الشعر جزل من كلام العرب. ماذا نعني بكلمة جزل؟ أي أصل. كان في جاهليتي عظيم الشغف بالشعر. ماذا نعني بكلمة شغف؟ أحسنت، الحب أو شديد التعلق. نهى عن التشبيب بالمحصنات. ماذا نعني بالتشبيب؟ الغزل وذكر محاسن النساء. القاضي الذي يدرأ الحدود بالشبهات. أحسنت، أن يدفع. بارك الله فيك يا ابنتي العزيزة. هل أنت جاهزة يا ابنتي العزيزة للإجابة على بعض الأسئلة؟ هيا بنا. السؤال الأول: ما المعاني التي أداها الفعل قضى في الجمل الآتية؟ الجملة الأولى: ثم سأل حسان بن ثابت فقضى بأنه هجاه وأفحش فيه جائه. والجملة الثانية: أسرع الرجل بالسيارة سرعة جنونية فقضى نحبه. أما الجملة الثالثة: إذا قضى الرجل عمره في طلب العلم مخلصا فهو في عبادة. ماذا نعني بكلمة قضى في الجملة الأولى؟ أحسنت يا ابنتي، قضى هنا بمعنى حكمة. أما الجملة الثانية فقضى نحبه. ماذا نعني بكلمة قضى؟ بارك الله فيك، أي مات. أما الجملة الثالثة والأخيرة بمعنى أمضى وأتم عمره في طلب العلم. بارك الله فيك. والآن مع السؤال الثاني، ابحث في المعجم عن معاني المفردات الآتية واكتب المعنى الموافق لسياقها في النص. ماذا نعني بكلمة التشبيب؟ إذا قمت بالرجوع إلى المعجم والبحث عن معنى هذه الكلمة فنجد أنها بمعنى، أحسنت، التغزل. أما المحصنات، العفيفات. السؤال التالي: استخرج من الفقرة الثالثة من النص كلمتين مهجورتين وهات مرادف كل منهما. ونعني بالكلمة المهجورة هي التي كانت تستخدم قديما وتم هجرها لصعوبتها، فهي موجودة ولكن في المعاجم، ولكن لم يعد أحد يستخدمها في الوقت الحاضر أو ندر استخدامها في الوقت الحاضر. هل بحثت يا ابنتي العزيزة في الفقرة الثالثة؟ أحسنت، جزلون. وقد تعرفنا على معنى كلمة جزلون بمعنى أصل أو ثابت قوي، وأيضا كلمة النائرة بمعنى الهياج والعداوة. أما السؤال التالي ورد في النص: فذلك غاية ما يبلغه فضل الأدب عنده من ثناء وتقريض. ما العلاقة بين الكلمتين المخطوطتين ثناء وتقريض؟ أحسنت، هي علاقة ترادف. بارك الله فيك. مع سؤال الفهم والتحليل، حدد الفكرة التي بنى عليها الكاتب النص. نعم يا ابنتي، هي سعة ثقافة عمر بن الخطاب. أما السؤال الثاني، حددي الفكرة الرئيسة للفقرة الخامسة في النص. أحسنت يا ابنتي، مصايرة الفاروق عمر لثقافة عصره. انتهينا من الجزء الأول. أشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.